تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. في البداية نرحب بطاقم البرنامج، معنا في التنسيق ميرا الاخفلي، وفي الإخراج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. ولا تلعبين في تليفونك، ورحبي بالمستمعين. أدور الحلقة في التليفون. هذه الحلقة عندك. صباح الخير، صباح الخميس الونيس، أخيرا وصل يوم الخميس، أحلى يوم في الأسبوع وآخر يوم في الأسبوع. وإن شاء الله مثل كل خميس أذكركم انسوا مشاكل الدوام في الدوام، بعد ما يخلص الدوام تنتين ونص، بعد ما تبصمون نروح البيت بروح عالية لين إن شاء الله الأحد الصبح، بعدين أتذكر مشاكل الدوام. أذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على إنستغرام. وبعد أذكركم بنقطة، بما أن الجو متقلب فيفضل ما نودع عيالنا أماكن مفتوحة، فهذا يعني جمعة والسبت يعني لا تودونهم حدائق أماكن مفتوحة، لأن هذا موسم الحساسية والجو متقلب شوية، فعشان تستانسون بالإجازة ما نروح أماكن مفتوحة أفضل. إنزين، يعني يبون يصيرون القرية العالمية يصيحون. المشكلة القرية هي القرية صراحة تونس، يعني عادي روح القرية يعني، بس شوفوا الجو محمود، لأن فعلا الجو فعلا متقلب ومو مستقر. طيب ما في قدامهم اللي يصيرون، شو المفروض يسوون؟ أول شيء ما يروحون وقت الذروة الزحمة بعد المغرب، اللي يكون فيه وايد ناس موجودين في القرية لا تروحون. ثاني شيء إذا شفتوا قبل ما تروحون إن الجو فيه غبار مو مستقر وايد، الأفضل تكنسلون هالأسبوع وتروحون الأسبوع الجاي أو ممكن يوم السبت، لأن ما نبغى الأهالي يروحون يردون إحنا الرمد فيه منتشر شوية مع الغبار، الحساسية الصدر، الربو، الكحة والزكام وايد شايع. طيب على طالي الرمد، يقولك فقدان التناسق العيني قد ينعكس سلبا على القدرة على القراءة والتحصيل العلمي. هذه الدراسة توصلت إلى أن إحدى المشاكل البصرية عند الطلاب واللي ما تكشفها الاختبارات البصرية التقليدية قد تنعكس سلبا على تحصيلهم العلمي. المعدة الرئيسية للدراسة اسمها ليزا كريستيان، هذه الأستاذة المساعدة بكلية علوم الرؤية وتصحيح البصر في جامعة واترو الكندية، تقول لا يتعلق الأمر فقط بحدة البصر ولكن بكيفية عمل كلتا العينين سوية عند ممارسة نشاط اعتيادي مثل القراءة. اشتملت الدراسة على 121 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6-14 سنة، وكانوا يتلقون مساعدة إضافية للتدرب على القراءة. أكثر من 75% من الأطفال حصلوا على درجة كاملة 20/20 في اختبار البصر، ولكن في المقابل حصل أكثر من ثلث الأطفال على قيم متدنية في اختبار الرؤية بالعينين معا، وهو الاختبار الذي يقيس كفاءة العينين في العمل سويا لتكوين صورة واحدة. كريستيان تقول لا تتضمن الاختبارات البصرية القياسية دائما اختبار الرؤية بالعينين في الوقت الذي يمكن فيه الاضطراب الرؤية بالعينين معا أن يسبب مشاكل بصرية عند الطفل تؤثر في تحصيله العلمي ومهاراته الأكاديمية. ها دكتورة. والله محمود صراحة هاي دراسة جديدة، يعني فحص جديد بالأحرى إن يشوفون عشان نفسر للناس معنى الدراسة هاي، إن لما فحصوا عين الأطفال لقوا قوة البصر فيها عادية ممتازة، لكن لما العينان يشتغلون في نفس الوقت تكوين صورة واحدة هني كان فيها الضعف. وهي تقول معدة الدراسة إن كانت تسبب مشاكل، يعني سبب مشاكل الأطفال العينتان عيناك غابتا
نخيل ساعة السحر. أوكي محمود اندمج مع الدراسة. إنزين فوالله الحين الدراسة ما قالت كيف يتم هالفحص، بس أنا يعني أثارت انتباهي إنه ممكن فعلًا تعرف لما وايد من الأمهات يبون أطفالهم اللي في عمر المدرسة في هالسن بالضبط من 6 سنوات 7 سنوات يقول أنا ما أقدر أشوف عدل في الصف، والمدرسة تشتكي إنه فعلًا ما يقدر يشوف السبورة، ولما يسوي فحص النظر تكون فحص نظرة سليم. ممكن هذه نقطة تكون غائبة إنه ممكن نفحص عمل العينين مع بعض في نفس الوقت تكون صورة واحدة. فبس أنا إن شاء الله طبيب عيون بس أنا كيف ممكن نسوي هالفحص ومن أي عمر المفروض يتسوى؟ طيب الفكرة دكتورة أن المسألة بتأثر على تحصيلهم العلمي. بالضبط، إذا ما يقدر يشوف ما يقدر يشوف السبورة تعرف شو يسوي محمود؟ يخلي الطفل ما يركز لأنه منزعج من عدم قدرته على الرؤية. ممكن ما في مادة كبيرة تنطرح على السبورة طبعا، ولكن ينزعج الطفل يصير خلاص ما يحب الصف، ما يحب الدراسة، ما يحب يقعد، يحس مثلا الربعة كلهم يشوفون هو الوحيد اللي ما يشوف. خصوصا لو قلت له بعد البس نظارة، هنا عاد الزعل العودة الأمهات يجونه ما يرضى يلبس، يقول اللي هاي في المدرسة يقول أنت عندك نظارة. وإحنا بعد هاي نقطة مهمة محمود، وعندنا ثقافة إن لو وفي أمهات تعرف يرفضون يخلون عيالهم يلبسون نظارة، تقول ما بخليه يلبس. ليش؟ تقول لا عشان ما يعيبون عليه. يا ماما ما يستوي. احنا نقعد معاهم نقول لهم بالعكس النظارة شيء جميل، تحلي شكله، تخلي أداءه أفضل. أنت لازم تشجعينه، ما تقولين ما بخلي يلبس عشان ما يعيبون عليه يقولون ولدي يلبس نظارة. لا، هذا منطق خاطئ. انزين، أنا رسالة أبو برعي ما عرفت أقراها. وين رسالة أبو برعي؟ يقول إخواني اليوم يوم الخميس، لا تروحون إلى جهات شو؟ عمليات التجميل طيعوا شور أخوكم أبو برعي. متأثر بدراسة أمس أبو برعي. أوكي، طبعا عندنا مؤتمر التجميل بعد قايم كذلك اليوم آخر يوم. بالضبط. في هالجو ممكن تلبسون ماسك. اللي ها صراحة ما يلبسون ماسك. صعب تلبسهم ماسك. زين. المشكلة بالنسبة للأطفال ها دكتورة، بس الكبار يسيرون عادي. والله في تقلبات الجو سلطان محمود سلطان منو ما اعرف قاعد اقرا تقرين مسج اوكي ففي تقلبات الجو اذا في غبار انا صراحه انا روح ما اطلع من البيت اذا في غبار، مع ان الحمد لله ما عندي ربو او حساسيه، ولكن ما في داعي اطلع واعرض نفسي لكحه، زكام، التهابات العين، التهابات الصدر. فيفضل اذا الجو وايد متقلب، يعني مثل امس كان فيه موجة غبار كبيره في البلاد، فشوفوا الجو كيف وانتوا وحكمكم طبعا في النهايه. زين وين سلطان؟ مو مكتوب سلطان. ما ادري وين شفت حرف السين تجرى سلطان. زين دكتوره بشكل سريع المفروض نسويه من خلال تقلبات الجو الحالية، شو الأشياء اللي لازم نسويها نحن بشكل عام على أساس نتفادى يعني أي مرض ممكن يجينا خلال هذه الفترة، أو أن نحاول قدر الإمكان نقي نفسنا من هذه الأمراض؟ جميل السؤال. الحين طبعا هذا موسم الحساسية، معروف أنه من شهر 1 لين شهر 3 وحتى لين شهر 4 في جونا يعتبر موسم الحساسية. أول شيء اللي عندهم حساسية صدر ربو لازم تشوفون الطبيب، لازم تشوفون طبيب الأسرة يفحصكم ويرجع يوصف لكم أدوية الحساسية اللي تستعملونها. انتبهوا من مثيرات الحساسية، يعني الحين نبات الطلع مال النباتات جدا منتشر، الغبار موجود، حتى ترى تقلبات درجات الحرارة، احنا عندنا شوية يوم برد يوم حر، هذا يأثر في مرض الربو جدا جدا جدا. فحاسبوا وايد من هالتقلبات اللي تكون موجودة. طبعا أنا دائما أنصح تلبسون ماسك لما تطلعون والجو مغبر، هذا شيء وايد ضروري، وحتى إذا ممكن نغطي عينه بنظارة لأن الغبار دخوله في العين ممكن يسبب لكم رمد أو التهابات في القرنية. الماسك ممكن يحمينا دكتورة؟ أنا أحس إنه يعني ما يعطينا هذا البروتكشن القوي. لا لا، السيرجيك اللي هو السيرجيكال ماسك أو الماسك الجراحي الأزرق العادي اللي تشوفونه في الصيف في العيادات، لا يحمي من الغبار حتى يحمي من انتقال معظم الأمراض ترى محمود. الماسك هذا يعني القناع مال هي الأزرق كذي اللي يلبسونه اللي يلبسونه الدكاترة. يحمي من حتى يحمي من انتقال وايد من الأمراض، تنتقل عن طريق النفس، ممتاز الماسك هذا. نحن لبسونه أتذكر في الحج. يقول في الحج. كنا نلبس ونغيره تقريبا كل 6 ساعات او 8 ساعات. بالضبط. في الحج احنا ننصح كل الناس سواء كان عندهم مشاكل صحيه او ما عندهم لازم يلبسون الماسك، لان ما شاء الله عدد الناس اللي موجودين في نفس الوقت لاداء نفس الشعيره يكون وايد كبير، فنسبه انتقال الامراض تكون وايد كبيره. نفس شو؟ نفس الفريضه. سمعت الشعيره. شعيره؟ هي شعائر. لا ايه
زين. عموما الدكتورة يعني حتى نلاحظ هذه الثقافة موجودة عند الأجانب بشكل كبير، يجون حتى يوميون في البلاد وكذا لابسين القناع هذا أو الماسك ويتمشون في السوق في غيره حاطين هذا القناع. بالضبط، خصوصا اليوم من شرق آسيا ما شاء الله أول ما تلاقيه تغير الجو على طول لابسين ماسك. وحتى محمود عندهم ثقافة لما يكونوا مرضى، تعرف يوم يكون عندهم زكام يجون العيادة لابسين ماسك، يقولك في بلادنا لازم نلبس ماسك لأن ما شاء الله عندهم أعداد هائلة من البشر هناك، فلازم يلبس ماسك أول ما يصاب بالزكام عشان يمنع انتشار لباقي الناس. لحنيك كيف لا الحين مزكم ويك ويخاشمك، لا ويوم يخاشمك بعد شو يسوي؟ شو السالفة؟ هلكتنا يا ريال. عرفت ليش محمود دائما مريض من اللي خاشمونه من الكوت اللافتن هذا. عموما شو يسمونه هذا الكوت هذا مال الدكاتره؟ لاب كوت. لاب كوت ها؟ نعم. ما مو ممنوع تلبسينه برا؟ ممنوع، ما شفت مرضى انا اليوم. اوكي. عموما ما اطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل ان شاء الله عندنا بتكون آمن عبد الكريم البسكي رئيس قسم الأشعة في مركز البرشة الصحي بتخبرنا عن بعض خدمات الأشعة ومن سألها عن بعض الشغلات الخاصة بالأشعة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله صباحكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا دكتورة على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. يقول صباح الخير دكتور، أنا دوم أختنك في النوم ورحت المستشفى قال لي الدكتور لازم عملية لحمية من أول زيارة. أنا دائما أنصح الناس إذا في دكتور نصحك بعملية من أول زيارة، أول شيء ممكن حالتك تستدعي، ورقم اثنين خذ مشورة طبيب آخر، يعني خلي طبيبين مختلفين تشوف شو المشورة اللي بيعطونك إياها. ممكن واحد يقول جراحة، ثاني يقولك ممكن نبتدي بعلاج مدة معينة، لكن اختنق خلال النوم احنا نخاف منه دائما. زين هني كاتبين محمود خف على الدكتورة ما أرضى عليها. زين عادي مجرد سؤال. يعني أمل تقول جالس يتصيد فخطاء، نحن سوالف ترى. هي سؤال عشان يوسع صدركم ما تحسون بالملل. زين أهم شيء نوسع صدركم. وكله هذي ربعك ترى. هيد. كلهم هذي اللي يعلقون ربعك، كم دافع الدكتور قولي. لا بدفع كل هالناس محمود، تراتي أول ما يوصل شيكات بس عليه مرتجع. هم نفسهم مرتجع. كل مرة نفسهم. أنهم نفسهم؟ إيه. لا كل مرة الناس يداد. يداد. تعب عشان ما تشكن. شكراً عزيز. Thank you. عموماً بنتكلم الحين عن بعض الخدمات الطبية المساندة. طبعا ومنركز على يعني التشخيص والبرامج العلاجية بشكل عام. هذه المسائل يعني يتوقف على عملها أو عليها عمل الطبيب. صحيح. زين وكيف يقدر يوصل للتشخيص الدقيق؟ زين دكتورة مثل ما ذكرنا هني اللي تكلمنا عن اللحمية من أول زيارة مثلا. بالضبط. لكن هذه المسألة أنتوا عندكم أشياء كدكاترة يعني تكون عندكم موجودة وعلى أساسها تاخذون التشخيص أو الوصف الطبي السليم. بالضبط. منها شو؟ الأشعة. خدمات الأشعة وايد مهمة. بالضبط. في عمل الطبيب. وأنا عايبني حتى هني لختام عبد الكريم البسكي رئيس قسم الأشعة في مركز البرشة حاطة الشعار مال الباج مال الأشعة. بالضبط. شو يعني هذا الباج؟ دائما نشوفه نحن عند 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 شو اسمه البيبان مال الأشعة. اللافتات مالت الأشعة. هذا البيبان. هو رمز للأشعة إن في هالمكان موجود أشعة. عرفتوا هذا الأصفر الدائري الأصفر اللي فيه مثل دويرة في النص وبعض هاي شو مثلثات سودة تقريبا. زين آمنة أول شيء صبحت الله بالخير حياك الله معانا في برنامج صحة وسعادة، وخلينا نتكلم عن الأشعة أنواعها استخداماتها بشكل عام، ومثل الدكاترة يأذونكم يقولكم هاي الصورة غلط. أوكي بالنسبة للأشعة أول شيء خلينا نتكلم عن تعريف الأشعة. شو هي الأشعة؟ الأشعة عبارة عن طاقة على شكل موجات متنقلة، هذا بالنسبة للأشعة. بالنسبة لأنواع الأشعة طبعا في أنواع كثيرة
إنزين، بس نحن اليوم بنركز على الأنواع اللي تستخدم في المجال الطبي. من أنواع الأشعة المستخدمة في المجال الطبي عندنا الأشعة السينية، أشعة الرنين المغناطيسي، الأشعة النووية، وأيضا أشعة الموجات فوق الصوتية. طبعا كلهم يساهمون في تشخيص المريض الأمراض، سواء كان الكسور، نشوف الأمراض الداخلية، نكتشف على أو نتعرف على نشوف نمو العظام، أو معرفة حتى مدى سلم وظائف الأعضاء. في قطاع الرعاية الصحية الأولية، الأنواع اللي تستخدم، أنواع الأشعة تستخدم في قطاع الرعاية الصحية الأولية، عندنا نوعين حاليا فقط، اللي هو الأشعة السينية وأيضا أشعة الموجات الفوق الصوتية. ممتاز. شو الحالات اللي تم تشخيصها عن طريق الأشعة السينية والموجات؟ وايد ناس تسألني يقول دكتورة زين ليش ما تسوون الموجات فوق الصوتية لكل الحالات بدل ما تعرضون للإشعاع؟ الأشعة السينية مختصة أكثر شيء في العظام، فأي مرض يخص العظام سواء كسور أو لا سمح الله الأمراض الأورام إلى آخره، أي شيء يخص العظام الأشعة السينية هو الفحص الدقيق لمشاهدة يعني نشوف العظام. أما بالنسبة للموجات الفوق الصوتية فهي مختصة في الكشف على الأعضاء أكثر شيء، أكثر من العظام، الأعضاء، العضلات، الأوتار إلى آخره. ممتاز. أمنا، وايد من الناس عندهم فكرة أنه لازم ما تعرض الأشعة أكثر مثلا مرتين في السنة، يقولك لو تعرضت أكثر ممكن أصاب بالسرطان. شو رأيك في الكلام؟ هل هو كلام صحيح أو خاطئ؟ هو مو بصحيح 100% ولا خاطئ 100%. مثل ما نعرف الأشعة لها أخطار، ولكن نص نص يعني يعني ما نقدر نقول 100%. بس لأن الأجهزة اللي نستخدمها في الهيئة هي من أحدث الأجهزة وهي متطورة، فإنها بالتالي تستخدم أقل كمية من الإشعاع ممكنة. مثل ما نعرف نحن نحصل أشعة من كل مكان، حتى من الطبيعة نحن نحصل أشعة، من الطعام نحصل أشعة، من الجو نحصل أشعة. فإذا قارنا نسبة الأشعة اللي نحصلها في السنة من الطبيعة فهي أكثر بكثير من اللي نحصلها في من المجال الطبي. فبالتالي الأشعة اللي نحن ناخذها من المجال الطبي قليلة جدا ولا تؤثر، ولكن مثل ما نقول ما نقدر نأكد 100%، ولكن يعني نسبة قليلة جدا. هذا يقودنا للحديث عن معايير السلامة والالتزام فيها، سواء من خلال المرضى أو حتى العاملين في هذا المجال. بالضبط. فخبرينا شو المعايير اللي تستخدمونها وكيف الواحد ممكن يحافظ على سلامته؟ بالنسبة للمعايير، مثل ما قلت الأجهزة المستخدمة عندنا هي حديثة، بالتالي الأشياء اللي نستخدمها هي قليلة جدا جدا. وفي قطاع الرعاية الصحية الأولية تطبق جميع معايير وشروط السلامة من الإشعاع وفقا لما تفرضه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي تحرص على سلامة المرضى والموظفين من مخاطر الإشعاع. أيضا هناك بروتوكولات لكمية الإشعاع المستخدمة في كل فحص، وهي محددة في الأجهزة. على مدار السنة أيضا نقوم باختبارات جودة لجميع الأجهزة، وتكون موثقة من لجنة الوقاية من الإشعاع في الهيئة. فنحن هنا نتأكد أن الإشعاع اللي تطلع من الجهاز هي محددة بكمية معينة. أيضا بالنسبة لحماية الموظفين، كل موظف عنده مثل شارة أو باج يقيس كمية الإشعاع المعينة، ولازم تكون ضمن مدى معين لا يتجاوزها للحفاظ على الصحة. شالة النويات الشارة عندك؟ هي موجودة. راوينا يا خلينا نشوفها لما تطلعينا من زين طلعيها على الكاميرا هني خي يشوفون الشباب. زين ناخذ بشرة معانا على الهاتف. صباح الورد يا بشرة. صباح النور والورد. هلا حبيبتي تفضلي. اهلا، كيف حالكم؟ الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك، شكرا. سؤالي لدكتوره الاشعه. نعم. انا اسوي بين فتره وفتره الماموجرام. اشعه الماموجرام. وانا اوريدي عندي اصلا في الغده الدرقيه عقد. نعم. اتابع يعني دكتوري الخاص. فانا المره اللي طافت طلبت منها ان هي تعطيني مثل يعني اني احمل الرقبه وشي، فقالت لي هل الغطاء البلاستيكي اللي في الجهاز يكفي انه ما يعرض الرقبه يعني للاشعاع؟ نعم. فما ادري درجه صحه الكلام هذا، وهل هل فعلا ان هذا الغطاء البلاستيكي اللي هو الجهاز نفسه يعني يحميني انا من الاشعاع الموجود اثناء الماموجرام؟ ان شاء الله. سؤال جميل صراحه اختي، ان شاء الله بنحاول لامنه. امنه تفضلي. زين، بالنسبه للماموجرام طبعا هو
مختص في الثدي. نعم. يمكن نسبة بسيطة جدا جدا توصل الغدة، فبالتالي نحن نبي نحميها، ولكن يوم نحن نغطيها ممكن تأثر على صورة الثدي. نعم. صورة أشعة الثدي، فبالتالي تخرب الإجراءات كلها والصورة ونضطر أن نعيدها. فعشان شي نحن نحرص أن ما نعطيهم، ومثل ما قلنا هي أشعة بسيطة جدا جدا، يعني لا تؤثر إن شاء الله 100%، ما نقول يعني أكيد، ولكن صح. يعني ونحن طبعا شو الأهم؟ هل أهم أن ناخذ الصورة مرة واحدة تكون يعني بيرفكت، ولا أن نغطي وناخذ صورة غلط وبعد نعيد مرة ثانية وكذي؟ ليش تأخذ هي أكثر من تقول كل الفترة اللي تأخذ مرتين أو كذا؟ ما حق الغدد الدرقية؟ لا لا، الصورة هذه، الصورة هاي إذا الأمور طيبة وكل شيء طبيعي هم يأخذونها مرة كل سنتين. كل سنتين مرة كل سنتين. أما مثلا المرضى اللي عندهم شيء، إذا الشاكين أو إذا عندهم تاريخ عائلي قوي، فالأفضل أن يسوون سنة مرة كل سنة. ممتاز. بما نتكلم عن الماموغرام، احنا عندنا خدمة الماموغرام متوفرة في مركز البرشة. شو الحالات اللي لازم تسوي الماموغرام؟ من اي سنة لازم تسوي الماموغرام؟ وهل الرجل لازم يسوي ماموغرام بعد ولا لا؟ اوكي. الفئة المستفادة من هاي الفحص اللي هو نساء في سن 40 فما فوق. فأي شخص في سن 40، أي وحدة في سن 40 المفروض تبدأ تسوي الماموغرام. بالنسبة للرجال نعم، هناك نسبة فقط 1% من الرجال ممكن يصابوا بمرض سرطان الثدي، وهذا يعتمد يعني على حالتهم. ممتاز. فيتسوى مرة كل سنتين من عمر 40. هي مرة كل سنتين. شو الحالات اللي ممكن الماموغرام يكشفها؟ هل فقط الأورام ولا في حالات أخرى بعد ممكن يكشفها؟ في حالات أخرى مثل تكيسات، مثل التهابات في الغدد، غير الأورام بعد، أي شيء يخص الصدر. زيد، المرأة الحامل والأشعة. أيوة. بشكل عام هذه يعني أغلب الأمور اللي الواحد يخاف فيها من الأشعة، لأن المرأة الحامل تقول ممكن يأثر على الجنين، يأثر على كذا. فنبغى شوية نعرف المفاهيم الصحيحة، المفاهيم الطبية الصحيحة في هذا المجال. أوكي. بالنسبة للمرأة الحامل، هو أصلا نحن لا نقوم بأي إجراءات أشعة، خاصة أشعة سينية المرأة الحامل، إلا إذا كانت في حالة طارئة وتطلب من الدكتور نفسه أن هذا المريض يسوي الأشعة. زين، ها رقم واحد. رقم اثنين، في حال إذا بتسوي الأشعة، طبعا نتفادى أول 3 شهور من فترة الحمل، لأن الجنين ينقسم بشكل سريع وبالتالي يكون أكثر حساسية للأشعة. ولكن في حال إذا المرأة الحامل بتعرض للأشعة، مثل ما قلنا الأشعة اللي عندنا بسيطة جدا جدا مقارنة بالأشياء الأخرى، وغير أن نحن نوفر أيضا مثل مريلة مصنوعة من الرصاص، نقوم بوضعها على منطقة الحوض أو المعدة، نغطي فيها المناطق الحساسة عشان ما تتعرض للأشعة. ممتاز. في عندنا خدمة جديدة ضفتوها للأشعة، الموجات فوق الصوتية في البرشة، اللي هي خدمة العيادة مساء، تكلمينا عنها أمنة؟ أوكي. الموجات الفوق الصوتية نحن متوفرة هاي الخدمة على مدار الأسبوع في أيام مخصصة للنساء وأيام مخصصة للرجال. مثل ما قلتي، في يوم مخصص اللي هو يوم الثلاثاء يكون فترة مسائية للرجال. طيب، سيف الأنصاري يسأل يقول شو هي أشعة السيتي سكان وشو تستهدف؟ أوكي. السيتي سكان هي أشعة مقطعية، هي تأخذ مثل كيف نقول مثل شرائح شرائح لجسم الإنسان على بصورة، يعني تتكون من الأشعة السينية، فهي طبعا هي أشعة دقيقة جدا جدا، تطلع كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. ويعني الفترة اللي يسوونها يعني المريض يتعب، وحتى أحس اللي يصور بعد يتعب. لا، هي أشعة سهلة جدا، مجرد كم ساعة كاملة وهذا لا لا لا، هي ثواني. ثواني معدودة. هذاك الإماراي اللي يطول 45 دقيقة تقريبا. أوكي صح. من غير ما تتحرك، حتى نفسك يكون بطيء عشان الحين إن شاء الله يقولون على يعني الاختراعات الجديدة بتكون أسهل وأسرع، تكون مفتوحة. يعني الأمراي اللي هو الأشعة البرانية المغناطيسي حاليا هي مغلقة، يعني كأنك تدخل كهف. صح. بس حاليا طبعا في أجهزة حديثة بحيث أن تكون مفتوحة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. مستشفى راشد يحطوا لك قرآن وتسمعين شي ساعة. بس والله ما ينفع تسمع صوت المرضى، يقول دكتور أسمع صوت الجهاز. إيه صوت يكون. هو محمود التركيز مع الجهاز، لأن الخندق اللي تدخله صغير، وايد صغير.
صغير جدا. انا ابغى اعرف وين تطلعي لي هالمصطلحات في اللغه العربيه ويقولوا لي بعد واقف لها على الهذا تقول لي خندق وكانه خندق في بطول خلينا امبلها حتى امي قالت خبرت لها شو يعني خندق انا عارف شو يعني خندق خلينا نقول كهف نفس كهف كهف شكرا الكهف اشرح هني صديقتك دكتورة تسأل شو الفرق بينهم أقصد الإمراي والسيتي سكان أوكي السيتي سكان تستخدم الأشعة السينية وهي أشعة إيونية وشو كان الإمراي اللي هو الرنين المغناطيسي يستخدم موجات رنين مغناطيسي يعني مختلفة في الأشعة السيتي سكان مثل ما قلنا لأنه يستخدم أشعة سينية فيبين بشكل أوضح العظام أكثر شيء أما الإمراي يبين الأعضاء بشكل أحسن الوريد على الوريد الأعضاء الرحم البطن الأمعاء هذه الإمراي تعتبر أفضل تنصحين الواحد يسوي إمراي دكتورة من فترة لفترة لا على حسب اللي يعني إذا كان يحتاجه نحن يعني إذا واحد يبغى يسوي فحص كامل على جسمه يسوي إمراي بس إذا تحتاج بس إذا تحتاج لأن نحن عندنا قاعدة في الطب أن ما تسوي شيء إلا إذا أنت تحتاجه نحن ما نعرف على مدى البعيد إلى الآن يعني إذا سويت مثلا 10 أمراي مثلا بس لأنك أنت حاب فعلى مدى البعيد شو بالضبط ممكن يصير واحد ما يعرف كل 5 سنوات ما يحتاج على حسب احنا حتى الالتراساوند حتى الالتراساوند الأشعة موجات لما الحوامل يجون يقولون دكتورة أنا أسوي كل شهر يقولون لا مفروض ما يتسوى كل شهر لأنه ممكن يأثر على سمع الجنين في بعض الدراسات واحد يقول أنا أبغى أطمن أنه ما في شيء غلط في جسمي أوكي سوي مرة إذا حاب يعني إذا شاك زين بس الأفضل طبعا يسوي بس إذا ما في شيء إذا ما تحس بألم ما تحس بويع ما عندك الوسواس أتوقع ما في دراسة تدعم أنه واحد يسوي كل 5 سنوات أو كذا السنوات في دراسات تدعم أمور أنه ما يسوون ترى محمود دراسات تروح أكثر للأشياء اللي يسمونها less invasive أو ما فيها إشعاع وايد أو مثلا تعرف تدخلات وايدة فهالدراسات تدعم هالناحية مثل فحوصات العامة فحص الطبيب فحص القولون وغيره ولكن أي شيء فيه إشعاع وتدخل يكون أقل. طيب نحن وايد استمتعنا بالحديث معك ابتسام آمنة البستكي كنت انت قبل البرنامج شوية تقول لي شوية متوترة وهذا لكن ما شاء الله عليك الحمد لله استمتعنا بالحديث كان حديث شيق وعرفتين على وايد معلومات جميلة نتمنى لكم التوفيق آمنة عبد الكريم البستكي رئيس قسم الأشعة بمركز البرشة ما شاء الله طلعين شباب عندكم بدوا يمسكون شو اسمه أجل إنه عصر الشباب الشياب كنا بنقعد على الرفح أطلع فاصل أي أنا أقول بعد أطلع فاصل أحسن عشان عقب الفاصل إنه موضوع زين ما نتكلم عنه إن شاء الله عاد يرد علينا الدكتور أنور الحمادي بيكون معانا على عبر الهاتف وما نتكلم في وايد إيش ليش تضحكين ميرا زين فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة لازم أشل التلفون من يديه أحطه هنا عشان تركز معانا الدكتورة أنا مو مركزة أنا مركزة معاك يا محمود المرأة تسوي أكثر من تاسك في نفس الوقت أي والله في دراسة طلعت تقول هذا الكلام إن ستة كان صح ستة ما أتذكر مليون شيء ما شاء الله عليكم ما شاء الله يقول لك ضمن جهوده المستمرة لتوفير أحدث علاجات الأمراض الجلدية يبدأ مركز الأمراض الجلدية التابع لهيئة الصحة بدبي اعتبارا من مارس الجاري في استخدام الإبر البيولوجية لعلاج الأكزيما لتكون بذلك دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والرابعة عالميا في استخدام هذا النوع من العلاج إذن إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات اللي يعني تقدمها هيئة الصحة بدبي معنا عبر الهاتف الدكتور أنور الحمادي استشاري ورئيس قسم الأمراض الجلدية أو مدير مركز الأمراض الجلدية في هيئة الصحة بدبي صبحك الله بالخير دكتور بالنور والصحة والسعادة سلوم على الزمان يا دكتور من زمان ما طلعت معانا في البرنامج لا طلع معاي ما كنت موجود ما كنت موجود أنا كنت موجودة كان معاي دكتور أنور أول شيء عشان إحنا بس نكون دقيقين في المعلومة نحن خامس دولة في العالم إن شاء الله خامس دولة تقدم هذه الإبر يعني بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وهولندا وكلهم طبعا ألمانيا وهولندا كلهم من هالشهرين اللي طافوا طبعا هذه الحمد لله خطوة جدا ممتازة في يعني أكيد من الهيئات الصحية عندنا في الدولة وزارة الصحة وهيئة الصحة
في سرعة تسجيل الأدوية، وهي نقطة مهمة. نعم. أحيانا تسجيل الأدوية للأسف يعني يأخذ فترة طويلة، وغالبا طبعا إجراءات الواحد ممكن يسرع منها، وأعتقد في هذه الأمور نحن الحمد لله في الإمارات سباقين في الأمور الورقية والأشياء هاي، فما في سبب يخلينا نعرقل ونطول، خاصة إذا كان الدواء أوريدي تمت الموافقة عليه من الهيئات، سواء من الـFDA ولا الهيئة الأوروبية. نعم. الحمد لله الدواء يعني أعتقد الأسبوع اللي طاف كان موجود في الجمارك في المطار، والمفروض على هذا الأسبوع يعني يوصلنا ونبتدي نستخدمه للي فعلا يعانون من هذه الحالة المزعجة. يمكن يعني اللي يسمع كلمة الإكزيما يتحاول يتوقع، بس الإكزيما طبعا عندنا أنواع مختلفة، وأنا أتكلم محني الحديث عن الإكزيما الشديدة، الإكزيما اللي ما تخلي المريض ينام، الإكزيما اللي يعاني منها مش فقط المريض، المريض والحوالين المريض، أهل المريض كذلك. بالضبط. دكتور أنور، وجود مثل هالعلاج، تذكر قبل فترة طلع في وسائل التواصل وقامت عليه ضجة، وكل واحد كان يقول نتري هالعلاج عشان يعالجنا أو يعني يقضي على الإكزيما نهائيا، فهل فعلا بيكون علاج نهائي للإكزيما ولا فقط تخفيف الأعراض؟ نعم، هو طبعا الإكزيما من الأمراض الجلدية المزمنة، يعني مش معناته المزمنة راح تتم طول العمر، لكن للأمانة يصعب التنبؤ عن متى راح تخف أعراض الإكزيما. يعني لما أتكلم عن الإكزيما تقريبا 60% من حالات الإكزيما الحمد لله أنها تختفي على عمر 12 سنة. أغلب حالات الإكزيما، أنا كنت طفل كانت عندي إكزيما والحمد لله اختفت أظن على صف أول، لكن وفحاس فعلا كطبيب حاس بمعاناة مرضى الإكزيما لنا فعلا. هذا اللي خلاك تتخصص هذا التخصص دكتور. والله لا مش الشيء، لكن يعني أحس فعلا ما زلت لحد الآن أحس بالإحساس الحكة، والإكزيما دائما يعني لما أتكلم عن الإكزيما أذكر مرضانا أقول معناه أو أهاليهم الإكزيما، لأن دائما الأهالي يوميون. شو أسبابها دكتور وشو أنواع الإكزيما؟ هي يعني قبل هذا بس مسمى الإكزيما طبعا طالع من اللغة اللاتينية معناتها غليان، توبوي، وفعلا الاسم على مسمى، فمريض الإكزيما يعاني من هذا الغليان. طبعا مسببات أغلبها وراثية، العامل الوراثي يلعب دور كبير، تحت يعني مظلة الحساسية نلاقي عندنا مرض الإكزيما، حساسية الصدر، الربو، الجيوب الأنفية، الحساسية الموسمية، هاي كلها طبعا مجموعة أمراض كلها تحت مسمى هذه الحساسية، فالعامل الوراثي يلعب دور كبير. ومثل ما ذكرت يعني جزء كبير من حالات الحساسية تختفي مع العمر، لكن احنا نتكلم عن النسبة اللي تستمر عندهم الإكزيما بعد عمر 18 سنة، هذيل اللي راح يستفيدون من هذه النوعية. ومش أي إكزيما، الإكزيما الشديدة، المقصود بالإكزيما الشديدة اللي ما استجابت العلاجات التقليدية. الحمد لله احنا عندنا طبعا اختيارات كثيرة من ناحية الكريمات، العلاج الضوئي، وحالات كثيرة طبعا الحمد لله تستجيب، هذين مو بحاجة لهذه الإبر. بس نتكلم على الناس اللي ما استفادوا. وردا على سؤالك دكتورة على كم المدة، طبعا بحكم أن الإكزيما مزمنة استمرارية العلاج طبعا شيء ضروري عشان نحافظ على النتيجة، فهي الإبر تعطى تحت الجلد نفس إبر الإنسولين مرة كل أسبوعين. إلى متى؟ ما في مدة معينة، لكن نحن كأطباء دائما نقيم مرضانا مثلا بعد 6 شهور إلى سنة ونشوف وين وصلنا، هل الحالة يعني تستدعي أني أوقف العلاج ولا أراقب وأشوف الأعراض أو لا أستمر إذا ما كان في سبب يخليني أوقف. يعني سألت دكتورة بعد دكتور، هل العلاج هذا بيقضي على الإكزيما بشكل تام؟ وهني أنا بعدها أبغي أسأل دكتور، هل في فحوصات معينة تسوونها للمريض قبل لا تعطونا هذا العلاج؟ في أشياء المفروض يعني إذا يتحسس من شغلات أو في عنده مشاكل صحية أنه ما يأخذ هذا العلاج؟ السؤال طبعا جدا مهم، لأن بالفعل أدوية كثيرة لما نوصفها يعني في السابق الأدوية اللي كنا نكتبها للحالات الشديدة للإكزيما شو هي؟ عبارة عن شو؟ كورتيزون أحيانا عن طريق الفم، وما في شكل مضاعفات كثيرة، نضطر نفحص السكر، نضطر نفحص يعني فحوصات كثيرة بحيث أن نتأكد أن الدواء ما قاعد يضر المريض. كذلك بالنسبة للدواء مفبط المناعة، أحد الأدوية الشهيرة دواء الساكلوسبورين، للحالات الشديدة للأسف ما يكون عندي اختيارات فأضطر أني أكتب الدواء، لكن أضطر كذلك أعمل فحوصات الوظائف الكلى إلى آخره.
الجميل في هذه الإبر أن الفحوصات اللي نحتاج نسوي المرضى، ما أبغى أقول ما في فحوصات أبدا، لكن بالفعل مش ضروري أني أعمل فحوصات لأنها ما تأثر على الأعضاء الداخلية. وهي طبعا تمت بشكل دراسات أكثر عن 2000 مريض. شو الأعراض الجانبية؟ طبعا دائما كقاعدة عامة ما في دواء ما في عرض جانبي، وهي نقطة ضرورية، لأن كثيرين من المرضى مثلا يقولون دكتور تضمن لي أن الدواء ما يسبب لي شيء. ما في شيء اسمه ضمان في الطب. أكيد أنا كطبيب أجتهد واختار الدواء اللي يعني ما يعني ما يكون ضرره اكثر من فائدته. فاذا درينا الدواء بيكون ضرره اكثر من فائدته، انا في غنى عن هذا الدواء. الدواء ما يحتاج اي فحوصات، لكن اكيد الطبيب حسب ظروف الحاله ممكن نطلب بعض الفحوصات اللي تتعلق بظروف الحاله. بالضبط. الدكتور انور، بما اننا نتكلم الحين عن علاج الاكزيما، وطبعا ذكرت ان كثير من حالات الاكزيما تكون في الاطفال وتختفي لما يكبرون، وايد يونا امهات في العياده يمنعون اطفالهم من اكلات معينه بحجه انها تسبب الاكزيما عندهم. مثلا تلاقي وايد من الامهات يمنعون عيالهم منع تام عن البيض، الحليب، وبعض انواع المكسرات. يقولون قرينا دكتور ان هذا يسبب الاكزيما او هيج الاكزيما عند الاطفال، فانت شو رايك في هالكلام؟ اخيت على الوتر الحساس يا دكتوره، ذكرتيني يا كان يمنعوني من الهامبو، كان يمنعوني من الفلفل ويمنعوني من الشيبس. والله الحين نسترجع طفولتك في هاي الحلقه دكتور. نعم. قاعدين نسترجع طفولتك في هاي الحلقه. جد والله، لان هاي وايد الاحظها بعد بعض الامهات، دكتور خبره لا ياكل هذا الشيبس لا ياكل. صح. احنا دائما نقول للامهات شوي شوي بالحنيه، كل ممنوع مرغوب. اكيد نعم في بعض الاكلات تهيج بعض حالات الاكزيما، لكن شو هي الاكلات؟ ما في أكلة محددة. الطريقة المثلى لمعرفة شو هي الأكلات بالرصد والمراقبة. أقدر أقول 70% من حالات الإكزيما ما لها علاقة بالأكل. نعم عندنا نسبة 30% ممكن يتحسسوا من الأكل، وأفضل طريقة بطريقة الرصد. ممكن أحيانا طفل مثلا يتحسس مثلا على سبيل المثال من المكسرات، لكن تلاقين أخوه اللي يعاني كذلك من الإكزيما لكن ما يتحسس المكسرات، يتحسس مثلا من الحليب. فهاي طبعا أكيد المهمة مش سهلة على الأم أو الوالدين لمعرفة هالشيء، لكن بالرصد والمراقبة أغلب الأمهات يقدرون يعرفون نعم هذه الأكلة، لأن فحوصات الدم للأمانة تعقد الأمور أحيانا أكثر ما تفيد. صحيح. ونلاقي بعض الأطفال وصلوا لمرحلة للأسف صار عندهم سوء تغذية بسبب الحرمان اللي هم عايشين فيه من الوالدين. صحيح دكتور، حين الأطفال عندهم سوء تغذية زين مو بسبب الحرمان، من كثر ما يأكلون في يعني ترى احنا قبل كنا نقول قلة التغذية اللي تقتل، الحين نقول لا كثرة الأكل اللي هي اللي تقتل. صحيح. احنا ما نبغي مبالغة، وبرنامجكم اسمه صحة وسعادة، فعلا نبغي عامة الناس يكونوا سعيدين بالنمط الحياة الصحي اللي عايشين. صحيح. احنا ما نبغي المبالغة. واغلب الحالات، واعتقد انت تتفقون معي، ما له علاقة بكثرة الأكل لكن قلة الحركة. بالضبط. جيل فعلا لما نتكلم عن جيل الآيباد وجيل التليفون وهذا، وين الحركة؟ ما في حركة. بالضبط. هذا اللي احنا نعاني منه. لما نتكلم عند مثلا النساء، تكيس المبايض ومشكلة الهرمونات بسبب قلة الحركة، وله الأكل لو تشوف تحسب أكلاتهم يمكن الأكل بالعكس، يعني تلاقي الضعيف يمكن يقعد يأكل أكثر عنهم. بالضبط. نوعية الأكل، وقت الأكل، 12 بالليل يطلبون من الكافيتريا، ولا 12 ما أدري كم يطلبون أكلات المفروض أنها ما تؤكل، وهي إشكالية صراحة نحن نعاني منها. دكتور أنور، بما بس آخر سؤال أسألك إياه بخصوص لما كنت تقول يقعدون قدام الأجهزة اللوحية فترة طويلة، في بعد كثير من الأمهات الأطفال عندهم إكزيما يمنعونهم يلعبون تحت الشمس، تقولك الشمس تزيد الإكزيما عند الأطفال، شو رأيك؟ مش قاعدة، بالعكس احنا لو نحسبها من ناحية علمية، الأشعة فوق البنفسجية أحيانا نستخدمها لعلاج بعض حالات الإكزيما، لكن أكيد مش تحت الشمس الحارقة، يعني ما شاء الله عندنا الشمس اللي في الصيف بتحرق الطفل إذا بيطلع بها. هاي بعد فعلا من ملاحظة الأم. أحيانا البرودة الشديدة بعد تهيج الإكزيما. فإذا كنا نتكلم عن الانفايرمنت والطقس، بالفعل ممكن أحيانا يهيج. مثلا بعض الأطفال يدرون الأمهات إذا لعب الطفل على الحشيش أو على العشب أو التراب أن الحالة تتهيج، وهذا الكلام كذلك ينطبق على أمس مثلا أحد المرضى يسألني يقول لي دكتور البحر زين للإكزيما ولا مو بزين؟ أقول له ما أقدر أعمم، لكن حالات كثيرة مثلا الماء المالح ممكن ينشف، ممكن يهيج الإكزيما أكثر. والبعض يقول لا دكتور أنا حسيت البحر فادني، ممكن ماء المالح يفيد اللي عنده التهاب اللي هو نفس الصديد، بحيث أن الماء المالح ينشف هذا الالتهاب. ففي أشياء كثيرة ما أقدر أعممها كقاعدة عامة، لكن بالمراقبة الواحد يقدر يعرف فعلا هذا الشيء أنه ممكن يكون مفيد أو ضار له.
جزاك الله خير دكتور أنوار الحمادي، استشاري ورئيس مركز الأمراض الجلدية بهيئة الصحة في دبي. نحن شاكرين لك هذه المداخلة ومستمتعين جدا بمداخلاتك والمعلومات اللي تضيفها الدكتور على البرنامج. شكرا جزيلا لك. يا الأمر. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد. طيب ناخذ أبو حميد، على طاري الدكتور يقول يعني شمسنا حارقة، نحن يوم صغار والله في القايل الساعة 12:30 لين تعرف أمي شو تقول؟ منطق أمي تقول لا الشمس كانت غير قبل، أقول لها الشمس نفسها ما تغيرت. تقول أمي تقول دايم كان صغار ما كان شمسها كثر حارقة، ولا إحنا ما كنا نحس. إنزين على طاري الشمس الحارقة خلينا ناخذ أبو حميد نشوف أبو حميد شو عنده. تفضل يا أبو حميد. صباحك ورد. السلام عليكم. يا هلا تفضل يا سيدي. صباح السعادة والإيجابية، ولو أن الدكتورة بدت ويانا أن لا تطلعون ولا تسيرون. لا 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 طلعوا سيروا سووه ما عليك. يا حياكم الله. الله يحييك. وحبيت أشارككم اليوم وأنا الموضوع اللي بتكلم عنه أنت المشكلة راح تعرفني فيه. تفضل. أنا حبيت أشارككم اليوم بما أن كان البارحة آخر يوم شهر الابتكار وأنت كنت زارنا البارحة وشفت الابتكارات اللي موجودة عندنا وتناقشنا معك في أمور. زايرنا البارحة يعني أنت كنت منو وين؟ محمود كان زايرنا البارحة وين في الشرطة؟ في الشرطة. ايه تفضل تفضل. ايه حياك الله. حياك الله. معك أخوك عبد الله عتيد، شو أخبارك؟ ونعم عبد الله كيف حالك؟ ايه حياك الله. تفضل يا سيدي. أنا البارحة تناقشت وياك في بعض المواضيع بخصوص التطور والابتكار. صحيح. فقعدت أفكر أنا في بعض الشغلات وزارة الصحة ما قصرت بالأشياء والابتكارات الجديدة اللي هي تعملها. فكنت متابع مواضيعكم بعض الأحيان بخصوص المواعيد وبخصوص أن ما يقدرون يدخلون على الدكاترة. كون إحنا الحين الناس عندنا مستخدمين التقنيات ومستخدمين الهواتف الذكية ومستخدمين الآيبادات وعلى التطور اللي أنتم عاملين، ليش ما تعملون أن زيارة الدكتور تكون بالهواتف الذكية؟ يعني اللي هي الأمراض البسيطة. نعم. إذا أحتاج أنه هو يشوف الدكتور يأخذ موعد في نفس الوقت ويحضر عند الدكتور، وإذا كان الدكتور مثلا هو يبغي يعطي وصفة طبية تكون الوصفة الطبية باركود ويقدر أنه أي مريض يأخذ الأدوية من أقرب صيدلية أو أقرب مستشفى قريب منه. هذه بعض الأفكار أنه نكون إحنا وفرنا أنه ما نسوي زحمة في أماكن الخدمة. ثاني شيء أنا مش مضطر أروح على المستشفى، اليوم صحيت الصبح تعبان أحس عملي تعبان أفتح الأبليكيشن الحين مثلا في الساعات الذكية هي بتعطي الفحص، هي بتعطي كل شيء، نبضات القلب اللي عندي كل الشغلات، الدكتور اللي هو محتاجنا راح يحصلها. شاف أن الدكتور مثلا أني أنا على سبيل المثال غير لائق طبيا أني أنا أداوم يكون بالباركود ياخذ أجازة مرضية بنفس الطريقة اللي هو يكون متواجد فيها. هني راح نكون احنا عادة الناس اللي هم راجعون المستشفيات او العيادات يكونون في الفترة الصباحية اللي هم في الدوام. نعم. فهني ما بنضطر ان احنا نخلي الشخص انه هو يطلع او ما يقدر يطلع او يشوف الطبيب نفس الوقت، يقدر راجع الطبيب من مكانه. طيب هذه احد الافكار. تفضل. واضحة الصورة بالنسبة لي الفكرة، يعني ابشرك انه بتكون قيد التنفيذ بالشكل اللي انت طرحته. إنزين لا ويمكن يكون بعد في زيادة في أشياء وايد أدفانس فيها في قيد يعني قريبا إن شاء الله في مثل هذه المواضيع. أيضا في حلول أخرى نحن طرحناها كذلك من خلال يعني شهر الابتكار في بعض الحلول اللي تصف في نفس المجال. أنا عندي هني ناصر يأشر لي دقيقة وتي وبصبعة هذا عرجبتي. إنزين فسامحنا أبو حميد، جزاك الله خير على هذه المداخلة. حبيت أشارك لأن إحنا مشاركتك قيمة دائما اللي تتعبونا أن تكون هي اللي تأخذون منها الفوائد أو الناس ما تحس أنه ما في شغل من وزارة الصحة. شكرا جزيلا. شكرا لك. طبعا أنا هني بعد استغل الفرصة وأتوجه بعد كذلك للقيادة العامة في شرطة دبي بالتهنئة على هذه الابتكارات اللي طلعوها دكتورة. أنا مريت عليها
عليهم هناك للأمانة، في عندهم ابتكارات جميلة كلها تصب في حماية أمن هذا المجتمع، ونتمنى لهم التوفيق، وكلها طبعا بأيادي إماراتية، فكل جميل. التحية لهم، وكل التحية العافية لكل العاملين على الحفاظ سواء على الأمن في إماراتنا وفي دولتنا الحبيبة، وأيضا الأمن الصحي كذلك بما أنكم أنتم كدكاترة. نحن شرطة الصحة. أي شرطة الصحة. عموما نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، في الختام يعني أتوجه بالشكر حق ميرة الخفلي، ما قصرتي، مشكورة ميرة، شكرا لك يا ناصر السليمي، شكرا لك دكتورة ندى الملا، شكرا لك. سامحينا عادل، وسامحونا أصدقاء ندى، ترى نسولف زين. وهذه تحياتي محدثكم. أنت موين تبينهم؟ كم تدفعين شهريا؟ لاحظ ناصر يقول لك خلاص خلص البرنامج محمود. ناصر يقول 500. عموما نتوجه لكم بالشكر الجزيل على المتابعة، وحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. في الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.